نحن تشرفنا بمقابلة معالي وزير التربية وبحثنا معه أربع نقاط نحن بنعتبرهم الحد الأدنى لمقومات إكمال العام الدراسي. أول موضوع هو موضوع الأساتذة اللي عم يطلعوا على التعويض وصندوق التعويضات عم يعطيني تشيك ما في مصرف بلبنان عم يستقبله. يعني واحد خدم 30 40 سنة علم أولاد كل الناس عم ياخذ هال 200 مليون تعويض عم يروح ليلاقي مصرف يحط تشيك ما حدا عم يستقبله. رغم مع العلم انه احنا قلنا للحاكم انه نحن بدنا نحط تشيك ال 200 مليون التعويض بالبنك وما بدنا نسحبهم، بدنا نحطهم واعطونا بالشهر مليونين ثلاثه لنقدر نعيش. فلحد هلا هذا الموضوع ما انحل، هذا الموضوع طرحناه مع معالي، تكفل هو يحكي مع الحاكم رغم انه انا حكيت مع الحاكم ودولة الرئيس بس بدنا نشوفه هلا بنخبركم لازم يحكي مع الحكومة. هذا أول موضوع. الموضوع الثاني موضوع صيرفة، إنه كل معلمين القطاع العام عم يشقفوا المعاشن على صيرفة، بيروح أستاذ المدرسة الخاصة يلي معاشه مليون ونص ومليون وثلاث ملايين ما عم يقبلوا يصرفوني على صيرفة بعض المصارف وخاصة بنك عودي، ما بعرف ليش. هذول الموضوعين معالي تكفل يحكي فيهم مع الحاكم. الموضوع الثالث هو موضوع وحدة التشريع، يعني وقت أقروا الموازنة ضربوا رواتب القطاع العام بثلاثة، معلمي المدارس الخاصة بعد رواتبهم مثل ما هي. هلا البعض بده يرد علي ويقول لي بس بعض المدارس الخاصة عم تدفع دولار. أول شيء عم يدفعوا دولار بعض المدارس مش الكل، نسبة كبيرة من المدارس بعد عم تدفع الراتب القانوني. وحأعطيك مثال على الراتب القانوني، استاذ ثانوي رياضيات فيزيك شيمي راتبه القانوني مليون وستمائة ألف، الحد الأدنى للعمال عند كركي بالضمان مليونين وستمية. حارس المدرسة الرسمية خمس ملايين بقرار من الوزير، والأستاذ الثانوي بالمدرسة الخاصة راتبه القانوني مليون وستمائة ألف. وبعض مدراء المدارس بيقولوا نحن منطبق القانون، أنه هلأ نحن بجهنم، هلأ إجا عبالي نطبق القانون. وقت لعطونا ست درجات من سبع سنين يومتها ما طبقوا القانون، ضلوا خمس ست سنين ما طبقوا لانه مش ما يعطونا الست درجات. هذا الموضوع وحده التشريع اكيد المعالي الوزير معه. كمان مشروع قانون بده حل بهيئه عامه لمجلس النواب. الموضوع الثاني موضوع الاساتذه المتقاعدين بالخاص. المتقاعدين بالرسمي انضرب بثلاثه. المتقاعدين بالمدرسه الخاصه بيقبضوا مليون، مليون ونص، مليونين، بتلفون هالمعلمين عم يبكوا انه هالراتب ما بيقدين حق دواء. هلا نحن لنضرب لهم بثلاثه الصندوق بست شهور بيسكر. يعني بدك تغذي صندوق التقاعد باموال لتقدر تساعد لنا المعلمين. لحتى نغذيه عملنا مشروع قانون مع الوزير بارود، اعدل لنا مشروع قانون. اذا مشروع قانون التقاعد ومشروع وحده التشريع هيدول اثنين موافق عليهم معالي الوزير، بده الرئيس ميقاتي يتبناهم ويقول انا كحكومه معهم لحتى بس يصير في هيئه تشريعيه مجلس نواب يمرقوا. هاي المواضيع الأربعة اللي بحثت مع الوزير، ما في مشكلة مع الوزير، متبنى المشاريع الأربعة، اثنين هو حيحكي فيهم مع الحاكم، واثنين أنا وياه والمجلس مفروض الرئيس ميقاتي بس يجي من السفر نقعد معه. إذا خدنا كلام من الرئيس ميقاتي بيقول هالمشروعين الحكومة بتتبناهم بس يصير في هيئة تشريعية بالمجلس، نحن ما عندنا مشكلة، نحن حريصين على العام الدراسي أكثر منهم. ونحن بنعتبر الطلاب خلال ثلاث سنين اللي مرقوا ما كثير تعلموا، في ثقة التعليم كتير كبير، نحن ضارينين نكفي العام الدراسي لحتى هالولاد نعوض لنا اللي فات. أما إذا هالأمور ما بدها تمشي مع الحاكم والرئيس ميقاتي ما بده يتبنى المشروعين بمجلس النواب، نحن ما فينا نكفي. يدلونا على طريقة لنقدر نكفي. مقومات الحد الأدنى عنا أنه نتروق وأنه نعبي بنزين بالسيارة لنروح على المدرسة وأنه بس نرجع نلاقي كهرباء لنصلح. إذا في مقومات حد أدنى أقل من هيك يدلون عليها. فمصير العام الدراسي بإيدهم هن مش بإيد المعلمين، نحن بدنا نعلم الأولاد. وشكرا لكم. معالي بيقول الرئيس ميقاتي بهاليومين جاي، أنا ما فيني يعني شفت كيف، فهو حيتواصل معه بهاليومين وقال له هو شافه برا خارج لبنان وقال له أنا بدي أجي أنا والنقيب محفوظ ومش تنفيذي نقابة المعلمين اللي عندك، رحب. لنشوف خلال اليوم شو بيصير. طيب يعني اذا انتم هالقد عندكم هاي المعاناه، كيف لكان الاساتذه يلي انوعدوا بال 90 دولار وما اجت من ثلاث سنين؟ من شباط الماضي ما اخذوا النقل، الحوافز اللي اندفعت لوزاره التربيه 60 مليون دولار و17 الف دولار من قطر وامريكا وجهه ثالثه كمان للان ما بينت.
كل هيدي الملايين ملايين الدولارات يلي ما اندفعت، موضوع العقد الكامل للاستاذ يلي هو بيعلم بالرسمه، كذلك الامر الى الان ما انبت، موضوع انه يتعلم الولد بالرسمه اوقات يومين بالاسبوع. يعني اذا انتم عندكم هاي المعاناه، شو بتقول عن معاناه الاساتذه اللي هن بالتعليم الرسمي واللي هن مش مثبتين؟ قديش هن عم يعانوا؟ قديش هن عم يعانوا؟ هالوعود ما حكيتوا فيها لهلا. بلا بلا بلا، بس خليني اوضح لك، قديش هن عم يعانوا؟ انا عم طالب صير مثلهم بوحده التشريع، وقت المعاشر بينضرب بثلاثه وانا معاشي بيعدوا بس بالرتب القانوني مالوني 600، قديش هن عم يعانوا؟ انا عم عاني اكثر من، انا عم بطالب صير مثلهم. شفت كيف؟ هلا بمخص الاموال من برا والدولارات وال وبيعلموا، هيدي امور معاليه بيجاوب عليها، انا ما عندي جواب عليها. الزملاء بالرسمي عم يعلموا يومين مش خمسة ايام، يعني هن شايفين انه اللي عم يقبضوا ما بيوصلن على المدرسه اكثر من يومين. نحن بعدنا عم نعلم خمسة ايام، بعدنا عم نضحي، وقلنا الاولاد اولويه عنا، ومعاناتنا مضروبه بثلاثه. لهسه انا عم اقول اذا هالمقومات الاربعه ما تامنت في استحاله نكفي. اليوم قديش في مثل ما عم تقول قديش في خطر انه التعليم يوقف بلبنان، يعني يوقف بشكل نهائي. صحيح هذا الحديث، وانا هون بدي اوضح شغلي، انه اذا مصنع توقف بعد ست شهور فيك تدوره، اذا مستشفى تدمر بسنه بتعمره، راحت ثلاث سنين على الاولاد، روح سنه رابعه، اذا هيدا البلد بدك ترجع تشيله بجهنم، اذا بدك ترجع تحط خط احمر وتغير هالمنظومه وتجيب ناس بدهم ينهضوا بالبلد، اذا انضرب قطاع التربيه ما عاد بيقوم البلد. اهم قطاع بلبنان هو قطاع التربيه، هيدا اذا بتروح سنه رابعه على الاولاد ما عاد في امل بالبلد. فهل هالمسؤولين اللي عم يديروا البلد واعيين شو عم يصير بالقطاع التربوي؟ انا بستبعد يكونوا واعيين. لهسه انا بدي اخبركم، بكره الساعه 11 في لقاء نقابي كثير كبير بنقابه الصيادلي، نحن كنا داعيين لقالوا احنا نقابه الصيادلي، بيجمع كل نقاب المهن الحره، كل روابط التعليم، الاتحاد العمال العام، لحتى نقول لهم كفاكم خدتونا على جهنم، ما بقى فينا نحمل، انتم مختلفين بمصالحكم، هذا بده يعمل رئيس جمهوريه، وهذا بده يرجع ياخذ الحكومه، وهذا بده شو بده يعمل، والعالم عايشه بدولار 50,000، ما بقى فينا نحمل. فعبكره حتكون صرخه كثير كبيره، صرخه وطنيه خارج القطاع التربوي، بس القطاع التربوي جزء اساسي منا، لحتى نقول لهم روحوا انتخبوا رئيس جمهوريه، روحوا عيدوا الحياه للمؤسسات الدستوريه، هيدا البلد ما بقى فيه يحمل اللي عم تعملوا. الى اي مدى المحاصصه الحزبيه الموجوده بالمكاتب التربويه والقطاعات التربويه ممكن ان تعرقل ما تطالبون به؟ من المفروض المعلمين يسمعوا قرار نقابتهم وقرار روابطهم، وانا بدي اذكرك بالتاريخ وقت ايام هيئه التنسيق ومكتب المعلمين، مره مكتب المعلمين بيطلع قرار بالاضراب، احد الاحزاب بيطلع بيان ضد الاضراب، معلمين وبيلتزموا قرار نقابتهم وقرار روابطهم ما التزموا قرارهم السياسي. اللي بده لقمه اكله، اللي بده مصلحه اولاده، اللي بده مصلحه القطاع التربوي واي حزب بالبلد، اذا ما بده يوقف مع معلمينه، انا رايي المعلمين حيروحوا بقرار نقاباتهم وروابطهم مش بقرار احزابهم. شكرا لكم. يعطيكم ألف عافية، عم نعذبكم بعدها. إذن هي الصرخة التربوية مجدداً أطلقها نعمة محفوظ المسؤول التربوي، كما أود الإشارة إلى أن وعوداً كثيرة أطلقت من هنا من مكتب وزير التربية عباس الحلبي، وحتى هذه اللحظة لم ينفذ منها شيء. وعد $90 للأستاذ لم ينفذ، مع أن الـ OMT نفذت دفع $100 للعسكريين في الجيش اللبناني، إلا أن الوزير يعتبر أن دفع هذه $90 يحتاج إلى آلية داخل مجلس الوزراء. أود الإشارة أيضا إلى أن الأساتذة أيضا لم يقبضوا ما يتعلق بمستحقات النقل من شباط الماضي، أما بالنسبة إلى المستحقات المتعلقة بدعم الأساتذة بعملة الدولار فمضى على هذا الأمر أكثر من 3 سنوات، واليوم الوزارة ليس لديها جواب عن هذا الموضوع. ملفات الهدر والفساد داخل هذه الوزارة نحن سنتابعها وسنعدكم بمتابعتها، وسنواكبكم بأدق التفاصيل قريبا جدا عبر الـ SBI وبيروت سيتي. شكرا لكم متابعينا في كل مكان.